بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نبدأ بآية 70 من هذا المصحف. شو يقول ربي؟ والله خلقكم ثم يتوفاكم، هو بعثكم للحياة وهو ما يقبل حياتكم، هو الوحيد. إذا كان مش تقول لي فما وصاءت، هذيك من قوة الله وذيك من حكمة الله، وكي دليل على سيادة الله وعلى هو مهيمن على خلق أجمعين. تكون ذرة وأدنى منها ولا مجرة وأكبر منها، الكل تحت هيمنة المولى سبحانه وتعالى. الله قيوم، يعني من شأنه أن إذا خلق أي شيء إلا ويكون قائم بما يصلح في شأن هذا الشيء، حركة أو لا حركة، نور أو ظلمة، ذبذبة أو لا ذبذبة، وهو هو الله، هو الله. وقت تجتبهم ولي لا إله إلا الله، يا ياسر ألمي روحكم وحدين خلتكم كم صاروا. واليهود قالوا وحدين، وقت لي واحد منهم يقول عيسى ابن الله وهو ثالث أقانيم، والكلاب اليهود يقولوا عزير ابن الله، وأنا احنا في من يدعون الإسلام، والسبعين 72 فرقة منهم في نار جهنم قبل كل شيء. إذا متعرف الناس هذوما ما هوش مسلمين، والقلة المضطهدة اللي هي تابعة لآل البيت عليهم سلام الله، هذيك الوحيدة اللي تعاني اضطهادكم وتكريبكم وتحقيركم، وحنا دائما اخواني اخواني اخوان المسلمين. الاسلام السياسي يا ولدي، الاسلام ما ينجمش يكون سياسي. كيفاش ربي يجعل دينه نقص فعل في الناس؟ شؤون الناس من يديرها بما امر به الله؟ هم السياسيون المسلمون، الاسلام السياسي. ايش به الاسلام السياسي؟ لا نقوله هو نظيف تماما، فيه الوصوليين وربما الأكثرية ساحقة من الوصوليين، ولكن هم مش فايقين. اللي وقت اللي تتحايل تحت ظل الاسلام وعباءة الاسلام، ربي يعرف حقيقتك، ويوم من الايام يكشف الغطاء ويفضحك ويعذبك ويحرمك من كان خيرات كنت فيها في رئاستك لأحزاب معينة. والسلام على أهل المصطفى عليه الصلاة والسلام.